عن حملة الاعتقالات المستمرة في محافظات بعينها والتي كان آخرها الحملة الأمنية على نينوى والأنبار وديالى في ظل حديث صحيفة العرب اللندنية عن تهميش تلك المحافظات، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاووش. سيد فايز، مرحبا بكم. يعني كما استمعتم إلى الأخبار، القوات الحكومية وأيضا الميليشيات تواصل حملات الدهم والتفتيش والاعتقال في نينوى والأنبار وأيضا في محافظة ديالى، لكن هنا يعني بماذا تفسر هذه الهجمة الشرسة ضد أهالي تلك المحافظات؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام. يعني فيما يجري من حملة اعتقالات واختطاف في بعض الأحيان للمحافظات السنية، إن كان في ديالى أو نينوى أو صلاح الدين أو الأنبار، هذا ليس بجديد، ولكن ما يزيد هذا بأنه عندما تقترب جميع كل انتخابات تجري حملة اعتقالات بأن هناك الميليشيات تسيطر على هذه المحافظات وعلى هذه المناطق في المحافظات، وبالتالي لترهيب أبناء هذه المناطق لعدم الذهاب إلى الانتخابات أو تغيير هذه وجوه بعض وجوه هذه العملية السياسية. وأما يعني في وهناك كذلك تنافس ما بين الأحزاب والكتل الموجودة لدى هذه المحافظات والتي لم تقدم شيء خلال 18 عام. هناك معتقلين وهناك معتقلات وهناك بطالة وهناك انتشار المخدرات وهناك بيع أعضاء بشرية وهناك تهجير وهناك إخطاء وهناك إخطاء بعض آلاف الناس من المعتقلين والمختطفين. وبالتالي عندما تأتي هذه الانتخابات أو غير الانتخابات هذه، هناك تجري عمليات خطف واعتقال وترهيب من قبل هذه الأحزاب ومن قبل هذه الميليشيات التي ترتبط ارتباط كلي وارتباط عقائدي بولاية الفقيه في إيران. سيد فايز، ما هي التهم التي توجهها القوات الحكومية من أجل دخول بيوت الأهالي وتفتيشها واعتقال بعضهم كمسوغ لتلك الإجراءات ضد الأهالي المسالمين؟ ما هي هذه التهم التي توجه لهم؟ يعني بكل تأكيد التهم هناك بأنه يتهمون بالإرهاب وتارة بالبعثيين، وعلما بأنه الإرهاب لا يوجد في هذه المناطق، لا تنظيم داعش ولا غير تنظيم، بل إنما المسيطر في هذه المناطق هم الميليشيات، وبالتالي ما يجري هو فقط ترهيب لحالتين، حالة ما قبل الانتخابات والحالة الثانية هي التهيئة لبعض ما بعد تشكيل الحكومة بعد تشكيل البرلمان. ستسعى إيران في المرحلة القادمة إلى تهجير ديمغرافي وتغيير ديمغرافي ومن هذه المناطق ونشر ما جاء به خميني عام 1979. لو تحدثنا عن التوقيت، كيف يمكن قراءة هذه الحملة بالذات التي تسبق طبعا الانتخابات المنتظرة في 10 من تشرين الأول أكتوبر؟ بعد عدة أسابيع ستجري هناك انتخابات، هل تعتقد أنها يعني محاولة لإرضاء جمهور الأحزاب الطائفية؟ بكل تأكيد هناك محاولة لتكريس المشروع الطائفي في هذه المناطق، ومن جانب آخر الأحزاب الطائفية الحاكمة والميليشيات تحاول إرضاء أبناء مناطقهم من خلال هذه الحملات التعسفية والاختطاف والاعتقال في هذه المناطق لكي يكرسون المشروع الطائفي ولكي يلتف حولهم مكونهم أو طائفتهم لكي يعيدوا انتخابهم مرة ثانية. استهداف محافظات ومدن وأقضية بعينها يعني يفتح باب للتساؤل حول ما أوردته صحيفة العرب اللندنية حول معاناة تلك المحافظات في ظل طبعا الصراع السياسي. لكن السؤال المطروح هنا سيد فايز، هل نحن أمام خطة جديدة ممنهجة للتغيير الديموغرافي في تلك المدن؟ يعني هناك في المرحلة القادمة وهو المعروف والظاهر بأن هناك حملة تغيير ديموغرافي، وخاصة مثلا ضم ديالى وانكياشيفة وإلى سامراء، بالإضافة إلى المرحلة القادمة قد تسعى من خلال ضم هذه المناطق إلى محافظة سامراء وضم الطارمية وتسميتها بالمدينة المقدسة، فتبدأ بالمرحلة الأخرى ما بعد هذا الموضوع هو نشر
ما جاء به خميني إلى المحافظات السنية وإلى بقية هذه المناطق، وبنفس الوقت هذه الحملات التي تجري، لأن هناك لا يوجد شركاء ممثلين عن السنة، لأن ممثلين السنة في هذه المحافظات هم ليس إلا مأجورين مقابل ثمن، بل إن الطرف الثاني يحمل فكر عقائدي وضغينة طائفية معقدة، ولذلك الطرف الثاني دائما هو الذي يمسك زمام الأمور، بالإضافة إلى أنه يملك الأسلحة ويملك هناك ميليشيات، ومن الطرف السني لا يوجد أي ميليشيات أو جناح مسلح لا يحق لهم، بل إنما الطرف الثاني يحق لهم قمع واعتقال وخطف وتهجير وتغيير ديمقراطية في المرحلة الحالية. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاوي، شكرا جزيلا لكم.